مرحبا بكم معنا البنات فيديو جديد اللي غادي نشرح لكم اليوم هذا الخلخال اللي كيجي على هذا الشكل. الخلخال ديال لي كارو كيجي غزال وزوين كيف كتشوفوا معايا البنات. كيجيو فيه هنا هاد لي غروند كارو اللي خاويين من الوسط، فيهم واحد لابريونس ديال سلام، وهنا ثلاثه ديال لي بيتي كارو اللي كيجيو غزيولين ورائعين. لاشي اللي كتجي معاه هي اون شان ديال فرصه اللي صح في العمل، عنده جوج ديال لي زانون اللي كيتسد مع الرجيله ديال سوق السداده ديالو. فوالا كتجي على هذا الشكل، والسداده ديالو اللي كتجي على هذا الشكل كتجي سداده اللي عاديه، شي حاجه اللي صحيحه وغزاله اللي غنحاول نوريه لكم ملبوس. اي فوالا البنات كيف كتشوفوا معنا الخليخيل ديالنا كيجي على هذا الشكل، كتجي اللبسه ديالو شي حاجه اللي غزاله وزوينه. فوالا الرجيله كتجي بحال هكا، كتجي نازله، كيجي خلخال لي رائع وزوين. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حتى عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.